أنا ماك جماعة اللي وقت اللي تتدخل أطراف أجنبية ندوين ونولي أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وحسب اللي فهمته أنا ما تعرف ما نفهمش في الكرة متابعت كيف الناس الكل اللي صار نوع من التحايل بما أنه الفار ما هوش انديسبونسابل مشاو للأمور الأمنية وكي تمس الأمور الأمنية نتمسوا الكلنا كتوانسة. أولا احنا قاعدين مقدمين على موسم سياحي معنا تجي انت تقول ما فماش أمن في تونس انت باش تضر باقتصاد البلاد مش أمن هما في استاد رادس. لا, لا 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 إذا كان ما تنجمش تأمن بارتي ماتش إذا كانت ما تنجمش تأمن ماتش معناها مكان مغلق ومحضر له كيفاش تنجم تأمن بلاد. لا لحظة ثانية ماهوش في استاد رادس فاتح لأنه كان ما جاش في استاد رادس راهو يعاود للماتش وما في سوسة في صفاقس واليوم باش يعاود الماتش يا في الأفريق دو سود يا في ماتش من تونس معناها بلاد كاملة غير قادرة أنها تأمن مقاومة. الاتهام جاني من عند شكون؟ هذا اللي يبيه الاتهام جاني من عند شكون؟ هل أنه اللي اتهمني عنده المصداقية ولا ما عنده؟ أي ما لحظة فاتح في المخيال الجماعي العالمي تونس بلاد غير آمنة لدرجة أني ما نجمتش تأمن مقابلة وخرجناها من تونس راهو سي اكستريمون غراف. اي نطلب فوزي بنزارتي باش يقول معناها فوزي البنزارتي معناها سامحني راني قلت لك هو باش يحل المشكلة هذه. أنا ما يهمنيش فيه فوزي البنزارتي يخدم على روحه ربي عينه والخبزة مرة. أنا كتونسية وقت اللي تتمس ونتهز ونتحط نلوح والدي البو العدة الله في المغرب ونروح واسمع بلادي قبل كل شيء. اكلبولها ده بوست الماء هذه اكلبولها ده بوست الماء اكلبولها ده بوست الماء حطيتونا في الماء بزارتي عمل اللي حب يبدو أنه نهار كله يعطي في الدروس بعد هو حر بعد هو حر يكون شاهد زور يكون شاهد حق تتحرك فيها كل شعرة سيدنا علي فهمت وقت اللي الأمور تتعلق بتونس تتعلق باقتصاد البلاد تتعلق بالريبوتاسيون متاعنا اليوم في العالم تونس بلاد غير آمنة لدرجة أنا باش نمشيو نلعبوا في مصر النهار شوي بعدين نحكي السيلو من يدك الحديد يطويل الحديد يطويل نحكي السيلو